مشاهدينا أهلا بكم من جديد. إذن كما سلف وذكرت بعد لحظات من الآن سيبدأ بالمجلس الشعبي الوطني مشروع المصادقة على قانون الصحة الجديد الذي عدل وتمم برفض عديد من المتابعين أبرزهم الأطباء المقيمون. نناقش هذا الموضوع مع ضيفي الحاضر معي في البلاطو النائب إبراهيمية يوسف عضو بلجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني. أهلا بك. عذرا شديتك معايا لكن حنحاول نتلقك شويه بكري باش تلحق لابيان. قانون الصحه المعدل الذي اثار ويثير جدل واسع اليوم الحلقه الاخيره سيتم تمرير المشروع وسيتم المصادقه على هذا المشروع، كيف تعلق على الامر؟ اولا مشكورين على هذه الدعوه. العفو. منكم ان شاء الله التوفيق. شكرا. في هذه المهمه النبيله اللي راكم تقوموا بها. شكرا. حقيقة قانون الصحة راح يجوز اليوم ويكون اليوم الأخير في مشوار هذا القانون اللي حقيقة أثار كثير من الجدل، ولكن أقول الحقيقة أنه قانون هذا رغم أنه فيه بعض السلبيات ولكن مضطرين باش هذا القانون يمشي للأمام، لأنه أن تصل متأخرا خير من لا تصل أبدا، وخطمة الألف ميل تبدأ بميل. نحن أنا طبيب على كل حال ممارس، ولكن يعني أعرف كثير من المشاكل اللي يعاني منها القطاع واللي رانا الآن بصدد المناقشة فيها والتمعن فيها. وبالمناسبة أشكر كل أعضاء هذه اللجنة اللي طوال على طول 5 أشهر 6 وهو في التمحيص والتدقيق وذهبنا إلى كثير من التعديلات في هذا القانون. ما هي أبرز هذه التعديلات واللي وخاصة التعديلات اللي كان حولها ضجة، يعني اللي كان فيها جدل واسع؟ مثلا في مرات سابقات كان الحديث على مجانية العلاج، لكن لاحظوا أنه هذه المرة الوزير يقول لا مساس بهذا المكسب، يعتبره مكسب وهو مجانية العلاج بالنسبة للجزائريين. ما هي أبرز التعديلات اللي كان فيها جدل واللي أخيرا عرفت إجماع من قبلكم؟ كان فيه جدل كثير على كل حال على مجانية العلاج، ولكن الأمور هذه مفصول فيها تماما. أنه مجانية العلاج خط أحمر، المادة 12 صريحة بعبارتها وبكلمتها أنه لا مساس بهذا المكتسب، لأنه هذا المكتسب حيوي ونعرف أنه فيه مواطنين كثير اللي راهم يعالجوا وكذلك نقول أنه والفوا على هذا النمط، لذلك أنه نمشي إلى شيء آخر هذا من المستحيل. وكنا صريحين وكنا كذلك صارمين في هذا الاتجاه أنه مجانية العلاج ما يلزمش تخلى عليها أبدا. نأتي إلى القطاع بحد ذاته، قطاع الصحة كقطاع حيوي مهم، كقطاع يمس مباشرة المواطن في الصميم اللي هو صحته. الأطباء المقيمين شئنا أم أبينا هم سلك مهم في الأسلاك الطبية في البلاد اللي تعتمد عليه المستشفيات العمومية كثيرا سواء هنا في الشمال أو في الجنوب. أمس فعليا دخلوا الأطباء المقيمين في إضراب عن المناوبات الليلية، وشهدت العديد من المستشفيات في الليل ارتباك واضح على مستوى مصالح الاستعجالات. اليوم المشروع انتهى سيمرر وصدق عليه، لكن في ظل هذه الفوضى الكبيرة التي يمكن أن تؤثر على هذا القانون، كيف يعني ترون هذا الوضع؟ يعني هذا كيف تراقبون، كيف ترون هذا الوضع؟ نحن نراقب هذا الوضع عن كثب، يعني بكل صراحة، وشيء مؤلم، شيء مقلق بالنسبة للمواطن، شيء مؤلم ومقلق للمواطن الجزائري، لأنه هذا القطاع قطاع حساس، قطاع حيوي ويمس مباشرة للمواطن الجزائري وخاصة المرضى. وتعرفون جيدا أنه الأطباء المقيمين هم جزء كبير من هذا القطاع جدا، وبدون هذه الشريحة من الأطباء
لا نستطيع كما أن نمشي الأمام، لكن المشي لكن المشي وراء المصادقة على القانون قد يوتر الأمور إلى حد بعيد، فيه فيه كثير يخليهم يروحوا للتصعيد. فيه كثير من فيه كثير من الجدل. احنا نكون صريحين انه بالحوار وبالحوار فقط نستطيع ان نخرج الى بر الامان، لانه كما يقال بالفرنسيه سي دو لا كونسرتاسيون كو جاي لا لوميير. احنا لابد ان يكون هناك حوار جاد وكل واحد يتحمل المسؤوليه. ممتاز، نجيو النقطه في الحوار. اسمحي لي تفضل. ولا بد من تنازلات من الطرفين. ممتاز، من الطرفين أقول، وأنا ألح على السلطة الوصية وتمثل في شخص الأستاذ دكتور حسب اللاوي مختار أنه يحاور هذه الشريحة بمسؤولية وبجرأة وإن شاء الله نخرج إلى بر الأمن. في نقطة كذلك أقول أنه من المستحيل انه اليوم الجزائر وبهذه الحج بهذه المساحه وهذه الفوارق، هذه الفوارق اقول في العلاج، لانه فيه ماده تقول انه نقلص الفوارق، يعني هذه بنص الماده تعمل سلطات الدوله على تقليص الفوارق في العلاج. المريض اللي راه يداوي في أضرار ولا في تمراس ولا في قالمة ولا في سعيدة ماهوش المريض اللي يداوي في الجزائر العاصمة وفي قسنطينة وفي عنابة وفي وهران، وما يتلقاش نفس المعاملة ونفس العلاج. ولذلك نرى من الواقعية ومن الواجب الوطني أنه شريحة كهذه الطباء المقيمين يتفهموا الوضع، والقانون هذا ما هوش القرآن وما هوش راح يكون، يعني إذا فيه تعديلات راح تكون في القريب كما قلت راح تكون، ولكن يعني مر مشروع نصادقوا عليه وبعد نعاودوا نعدلوه. لا مش مانيش نقول لك أنه هذا المطالب تحم شرعية في جزء منها كثير لأنه نعرف المعاناة نتاع الأطباء المقيمين، ولكن كذلك لازم يكون فيهم كذلك تضحية من طرف هذه الشريحة. هما كاين النقطة اللي أفاضت الكأس والنقطة التي لا يقبلون النقاش حولها هي قضية إلزامية الخدمة المدنية. القانون يبقي على إلزامية الخدمة المدنية. أمس تنسيقية الأطباء المقيمين كتبوا، والصحافة كلها اليوم في الصحف الوطنية نشرت، أنهم لم يتلقوا دعم وتن من وزارة الصحة الأمس، يعني في حدود 3:30 مساء لحضور الجلسة للحوار قبل المصادقة على القانون. أين هو المشكل؟ إذا كان دعوات الحوار لا تمشي كما يجب بينكم أو بين الوزارة الوصية وبين الأطباء المقيمين، وإحنا هنا بهذا الطريقة دخلنا في مرحلة أخرى، هم الآن يقولوا إحنا حبسنا المناوبات الليلية. فأين هو المشكل؟ هل هناك حوار؟ ولماذا إذا كان موجود لماذا لم يفضي إلى حل بينكم وبين الأطباء المقيمين؟ الأخت كريمة، هنا يكمل الخطر. نعم، هنا يكمل الخطر. نعم، وهنا مشكل كبير، لأنه متضرر كما قلت سالفا متضرر المريض. نعم، لابد على كلا الطرفين ان يتحمل المسؤوليه تاعو امام هذا الوضع. لانه اليوم راح نعرف راح نصادق على قانون الصحه، والقانون ومشكلة الخدمه الوطنيه مفصول فيه، مش هذا نكونوا صراحة مع بعض، لانه ما فيش شيء هما ملتزمين به، لكن هما يقولوا انه هذا شرط من شروطنا لا نقايض به ولا نقبل ان ولا نقبل، يعني هو شرط من شروطنا. القانون ضد، يعني يبقي على إلزامية الخدمة المدنية، الأمور في تصعيد بالنسبة للأطباء. الوزارة لا أقول تتجاهل، وإنما الوزارة اليوم ستصادق في حدود 9 على هذا القانون وستمرره. إلى أين نحن، يعني إلى أين الأمور تذهب في قطاع الصحة؟ نحن نتكلم بموضوعية. تفضل بموضوعية، أنه المشكل هذا مشكل عويص، ولكن الدولة وشريحة كثيرة من الشعب مش مستعدة إنه تتنازل بهذه الكيفية عن الخدمة المدنية.
فيه يعني بنود أو نقاط اللي جاوب بها الأطباء المقيمين هي مجال الحوار ونتوسع فيها. تكلمنا على التحفيزات للأطباء عندما يطلبون العمل في الداخل أو في الجنوب، تحفيزات حقيقية ماهيش مجرد كلام يعني هكذاك، وأنا معهم في أنه تكون هذه التحفيزات، ولكن لابد من الحوار. الأخت الكريمة، كان هناك توقع بين البلدان حروب ولكن تنتهي بالحوار. لماذا لم تنتهي الأمور بالحوار في قطاع الصحة بين الوزارة وبين الأطباء المقيمين؟ لأنه كل واحد متمسك بالموقف نتاعه. طيب، ما هو دوركم على مستوى المجلس الشعبي الوطني كلجنة الصحة؟ نحن نحاول أن نقرب وجهات النظر، نحاول أن نجمع الطرفين، وكان لقاء على مستوى المجلس الوطني، كنا استقبلنا كل شرائح بدون استثناء، كنا يعني كان فيه مدة طويلة، ويعني استمعنا للخبراء، إلى النقابات، إلى الهيئات، إلى الشخصيات، إلى المهني الصحة، لرجال أكفاء، كنا تكلمنا في هذا ولكن لمسنا في الأخير من كثير من هؤلاء أنه التخلي الآن عن الخدمة المدنية ليس في خدمة البلد، يعني راح يكون في عدم يدخل في عدم الاستقرار، وراح ندخل في فوضى أخرى اللي ربما لا يحسن. طيب، في مثل هذه الحالات عندما تحدث، لا أقول مشادات، أو عندما يحدث أنه كل جهة ما تحبش تتنازل، سواء كان من الوزارة أو من النقابات، هذه مرة ممثلة في الأطباء المقيمين، تكون هناك تعهدات تقدم الوزارة، تعهدات لتلك الجهات، قال أوقفوا الإضراب، أرواحوا، نمد لكم تعهدات بعد سنة بعد سنتين سنحققكم مطالبكم. هل الأمور تمشي إلى هذا المسلك إن شئت، أم أنه هناك تجاهل تام من قبل الوزارة لكل هذه المطالب، وأنه اليوم سيتم المصادقة على القانون وانتهى؟ بصدق أقول أنه من خلال الكلام المناقشة مع الوزارة الصحية ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ومتمثلة في شخص الوزير، لمسنا يعني كثير من الجدية وكثير من أقول من الهواجس اللي راه يتحملها، من العبء الكبير اللي يتحملوه هذا الوزير. يعني أنا لا أحسده في الموقع هذا اللي راه فيه اليوم، ولكن لمسنا فيه من الجدية ومن الروح الوطنية ومن التعامل، يعني ما يفضي إلى أنه راح يكون حوار جاد، لأنه في الأخير الطاولة هي اللي راح تفصل وراح تروح إن شاء الله إلى. نعم، في الختام سيد براهمية يوسف، يعني الأطباء المقيمون رفضوا تماما المناوبات الليلية، نعم، وبدوها بدءا من أمس، اليوم سيتم المصادقة على القانون، الجزائري يتحمل اليوم، غدوة، بعده أسبوع، لكن بعد أسبوعين قد يضيق ضرعا بعدم توفر أطباء لما يروح للمستشفيات، لما يتوجه لمصالح الاستعجالات. هذا المشكل تحديدا كيفاش سيحل؟ يجب أن يحل هذا المشكل حقيقة، لابد له من حل، ما فيش هذا النقاش، هذا أنا لا أختلف معك تماما، ولكن فيه أمور أخرى يا الأخت، أنت الأخت، فيه أمور أخرى اللي لابد أن نعالجها. إحنا كاين أمور أخرى، استقبال المرضى، معاملة المريض، إدارة المستشفيات، العلاقة بين الأطباء والإدارة، فيه مشاكل كثيرة على المستوى الواحد. وأنا أقول بصريح العبارة إنه القانون هذا لا بد أن يمشي للأمام، لأنه قانون 85 هذا القانون أصبح قانون أقول عنه بكلمة واحدة، عاجز عن تلبية المتطلبات الصحية
والاستشفائية للمريض. ما نقدرش نمشي إلى الأمام بقانون يعني كما يقال بالفرنسية ستي لوا اوبسوليت ان لوا كيما يقول واحد اسمحي لي الكلمة فيجي ستي لوا بطر دي ما بقاش لها ما نقدرش نطبقها في الأمر الواقع. لو نمشي للأمام وهذه نعطيك كثير من الأشياء اللي نشوفها على مستوى الوطن، ولكن في الحقيقة لو كان طبق القانون بحذافيره لا فيه لا منتكلمش في القانون 85 على عيادات طبية، منتكلمش على أمور كثيرة على الأمور نتاع الليغراف، منتكلمش على أمور يعني أمور كثيرة اللي رأس تجاوزها للزمن، ولا بد من قانون رغم النقائص أقول اللي راه فيه، ولكن لابد هذا القانون أنه نمشي فيه إلى الأمام. وإن شاء الله في المستقبل مهوش هذا قانون راح يبقى فيه قوانين عدة اللي عدلت وجاء وزارة وعدلت بعد سنوات، نمشي للأمام ونتفهم الوضع تاع البلد نتاعنا أنه كل مواطنين يتساووا في كل شيء وخاصة في مجال الصحة، لأنه من غير المعقول ومن غير المقبول أنه ننسح شريحة كثيرة من كبيرة من صح. المواطنين في الداخل ونبقى فقط نعالج الأمور على مستوى مدن اللي راهي الآن تتمتع على أقول بتمتع بصحة أقول جيدة هي متوسطة. نعم. سيد نائب براهمية يوسف عضو لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا. شكرا لك ذيك على الدعوة، ملك التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا البرنامج يتواصل معكم، فاصل قصير ونعود. شكرا.